مشاهدينا للمزيد انضموا الينا عبر الهاتف من اسطنبول الاستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفه وجهات نظر. اهلا بكم استاذ مصطفى الى استوديو الرافدين. بدايه، كيف تقرا اعلان تكليف عادل عبد المهدي رئاسه الحكومه؟ احييك واحيي مشاهديك الكرام. حياك الله. هو لا شك انها يعني هذا الذي يجري كله في العراق وليس مجرد تعيين او تكليف عادل عبد المهدي، هو انعكاس لمدى الصراع السياسي المستعر بين الأحزاب والشخصيات المختلفة في العراق المحتل، وبالتالي يعني هذا الصراع أسفر عن ما يسمى بمرشح تسوية بين هؤلاء الأطراف غير المتفقين على شخص عادل عبد المهدي. عادل عبد المهدي يعني أمامه الكثير من المهام التي سيعجز عن تنفيذها، وفي أولها وفي مقدمتها يعني إنهاء حالة الفساد، الضرب على يد المفسدين بشكل حقيقي وليس بالادعاءات التي كان سلفه حيدر العبادي يدعيها طيلة سنوات حكمه الأربع دون أن يحقق أي شيء. هناك مهام تتعلق بالارتقاء بالخدمات، هناك كما قلنا انهاء الفساد، يعني تحسين الحالة المعاشية للمواطنين والحالة الأمنية، وهذه كلها مهام سيعجز عادل عبد المهدي عنها لأن النظام كله غير مهيئ لمعالجة هذه المشاكل الجوهرية التي تعصف في العراق. نعم أستاذ مصطفى، الحديث عن استحداث منصبين جديدين لنائبي رئيس الوزراء للشؤون الأمنية والعسكرية سيتولاهما كل من فلاح الفياض وهادي العامري، إلى أي مدى برأيك من الممكن الحكومة الجديدة أن تخرج من التخندق الطائفي والمحاصصة كما كانت سابقتها ضمن التخندق الطائفي والمحاصصة؟ لا يمكن لأي حكومة تشكل وفق دستور الاختلال أن تخرج من التخندق الطائفي ومن النظام المحاصصي السياسي والعرقي والحزبي الذي يعصف في العراق منذ احتلاله عام 2003. هذا النظام هو الذي يحكم وفق هذا الدستور، وبالتالي وجود هذين الشخصين تحديدا هو تعزيز للاحتلال الإيراني المطلق للعراق. نحن رأينا في مشهد مذل حقيقة، مذل لمن قام به، يعني مقابلة أشبه بمقابلة توظيف عندما ذهب المرشحان الكرديان أو مرشحا الحزبين الكرديين الرئيسيين قواد حسين وبرهم صالح إلى السفير الإيراني يعني يفحص مدى ملائمتهما لهذا المنصب وفق المعايير الإيرانية. وبالتالي استمرار النفوذ او الاحتلال الايراني حقيقه للعراق سيبقى وسيتعزز وفق هذه الشخصيات ووفق هذا النظام المحافظي وفق دستور الاحتلال. نعم، الصدر في تصريح له قال بانه لن يرشح اي وزير وسيمنح الحكومه القادمه عاما كاملا لاثبات نجاحها او فشلها، الا يعتبر هذا برايك تراجعا عن معادله يعني شلا قلع التي هي طرحها الصدر من قبل؟ يعني تعود الشعب العراقي منذ 15 سنة تقريبا أو 14 سنة على المواقف المتقلبة وغير المستقرة والتي لا يمكن البناء عليها ولا التحليل بموجبها لمقتدى الصدر. مقتدى الصدر الذي أنا أعتبره أخطر عناصر إيران في العراق والمهيئ أو المكلف بأداء واجب الحفاظ على العملية السياسية وإنقاذها من كل مأزق، يعني هذا كما قلنا هو يقوم دائما بهذه الألاعيب التي يقدم على خطوة ثم يتراجع عنها. هذا حصل طيلة السنوات الأربعة عشر الماضية التي برز فيها اسمه على خارطة العراق المحتل سياسيا، عفوا يعني على الخارطة السياسية للعراق المحتل. نعم، السيناتور الأمريكي ماركو روبيو أقر بانتصار إيران على بلاده في انتخاب رئيس الجمهورية العراقي وأيضا رئيس الحكومة في العراق. برأيك هذه الهزيمة التي أقر بها هذا السيناتور الأمريكي هل تعفي أمريكا من مسؤولية ما آل إليه الوضع في العراق؟
أمريكا هي أمريكا مع الاحتلال، هي التي باحتلالها للعراق هي من سلم العراق هذا البلد المحوري الذي كان بوابة الدوار الشرقية للأمة العربية، سلمه إلى الاحتلال الإيراني. وفي الحقيقة أن الاحتلال الأمريكي والإيراني هو متفق عليه بشكل كامل، وهناك تنسيق كامل بين الطرفين في العديد من المفاصل السياسية والأمنية والعسكرية المهمة التي شهدها العراق. المحتل الأمريكي هو من يتحمل أولا وأخيرا مسؤولية ما جرى ويجري في العراق من قتل وسرقة وتدمير وتزوير وفساد وإفساد بكل القيم التي يعني كان يحظى بها الشعب العراقي والمجتمع العراقي يتمتع بها. الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا.